حيشوف الشعب من عنده؟ اذا انتم نفسكم استقيلتوه. احنا بالنسبه لنا كعراقيين ندري محمود المشهداني رجل مستقيم، رجل معروف، ورجل كبير السن ويعرف بالحقائق العراقيه كلها. نريد نشوف استاذ محمود المشهداني يسوي رد فعل على قولهم هم بان يفيد الشعب. احنا كشعب ننتظر. قبيل ان يتم انتخاب رئيس مجلس النواب كانت هنالك قوانين جدليه لم تحل لحد هذه اللحظه. قانون العفو العام، قانون الاحوال الشخصيه الذي به معارضه، وكذلك ايضا قانون يعني موظفي هيئه الحشد الشعبي. فبالتالي هذه القوانين جدليه، ربما بوجود رئيس مجلس النواب حتى وان كان هنالك انشطار وعدم اتفاق قد يسهل ويذل العقبات حتى يتم تصويت او التصويت على هذه القوانين. احنا لا نتامل خيرا حتى نكون صادقين مع انفسنا، لانه سبق وان دورات عده على مجلس النواب ما من جديد ولا من تغيير. هاي نقطه. النقطه اللي هسه احنا متداوله على الاخبار انه راح يرجع اللي هم اساسا كان لهم القياده والمسؤوليه، شنو اللي قدموا لنا اياه في الماضي حتى راح يقدموا لنا حساب الجديد؟ فاحنا بصراحه ما نستبشر اي خير من كل سياسي سبق وان اخذ دوره بالعمليه السياسيه وراح يعود لها. اهلا بكم. عام الا شهر ومنصب رئيس مجلس النواب شاغرا في فترة كانت خير برهان على سوء التفاهم والتواصل بين القوى السياسية، وبعد فترة طويلة من زحام الخلافات وحدة الصراعات خصوصا في البيت السني، وبعد اجتماع وافتراق على الاتفاق بالرأي وضغوطات كبيرة سلبا وإيجابا، تم وأخيرا انتخاب رئيس للسلطة التشريعية بعد جلسة عقدت بطلب من الإطار التنسيقي ليكون السيد المشهداني رئيسا للبرلمان بعدما اجتمعت العديد من الأسماء والكتل في ترشيحه للمنصب. فهل فوزه كان انتصارا لجهة دون أخرى؟ وهل حسم أمر رئاسة البرلمان سوف يرمم البيت السني؟ وهل سينجح البرلمان برئاسته الجديدة والمتبقي من عمره التشريعي في معالجة القضايا العالقة؟ أسئلة أكثر نجد أجوبتها في حلقة اليوم إن شاء الله، ابقوا معنا. مشاهدينا، أجدد الترحيب بحضراتكم وأرحب بضيوفي في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي الدكتور صلاح الكبيسي، مرحبا بحضرتك، والمحلل السياسي الأستاذ هيثم الخزعلي، مرحبا بجنابك، والباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي نجدية، مرحبا بحضرتك، أهلا بجنابك. دكتور صلاح، أبدأ مع حضرتك. كل انتخاب يتبع أثر، شنو تتوقع تبعات انتخاب السيد المشهداني رئيسا لمجلس النواب؟ تفضل. نعم، بداية تحية طيبة لك وللأخوة الضيوف الكرام ولمشاهدي قناتكم المحترمين. يعني نحمد الله أنه بعد هذه الفترة الطويلة والسجالات العميقة وجولات كبيرة جدا واتهامات وانتقالات من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، حسم الأمر أخيرا، وهذا ما كنا نطالب به، بأن يكون هناك
رئيس لمجلس النواب العراقي مهما كانت ارتباطات هذا الرئيس، وأن لا نلجأ إلى خيارات قد تعطل الأمور وقد تدخلنا في دهاليز أخرى. الحمد لله أنه اجتمع مجلس النواب يوم أمس وكنا واثقين أنه الأمر لن يحسم في الجولة الأولى وأنه نحتاج إلى جولة ثانية، ومشت الأمور بشكل طيب والحمد لله. أنا أعتقد أنه الفترة القادمة يجب أن تكون فترة فيها الكثير من النتاجات والقوانين، لا سيما أن الفترة السابقة كانت فترة مشاحنات ومنافسة، وأنا أعتبر هذا الأمر طبيعي رغم أنه طال كثيرا، لكن نتمنى أن تكون الفترة القادمة فترة إنتاجية. مجلس النواب منذ سنوات يعاني من قلة الإنتاج في القوانين والتشريعات، وحتى غياب الدور الرقابي خلال سنوات السابقة لم يكن هناك دورا رقابيا لمجلس النواب. وبالتالي أنا أعتقد أنه وصول السيد المشهداني والرجل صاحب خبرة، وهذا ما كنا نذكره سابقا، أنه المرشحين اللي موجودين والمطروحين أمام الأخوة النواب يشهد لهم بالبنان ويشار لهم بالبنان السيد المشهداني أو السيد العيساوي، وبعيدين عن موضوع المساومات والأمور الأخرى التي قد تثير الريبة. دكتور، بعد عام كامل من خلو المنصب، هل السيد المشهداني اليوم هو خيار البيت السني لطرح لي شغل هذا المنصب؟ يعني شوف محمد، في فترة من الفترات الأخوة في تقدم كان ميلهم إلى السيد محمود المشهداني، بعدها أنه طالبوا بفتح باب الترشيح. بعد هذا الأمر صدرت بيانات من تحالفي العزم والسيادة في دعم ترشيح الدكتور محمود المشهداني، ولا تنسى أن أساس ترشح السيد المشهداني إلى رئاسة مجلس النواب قد خرج من تحالف العزم، وبالتالي هناك يعني كانت عناوين سياسية بارزة داعمة إلى السيد المشهداني، إضافة إلى دعم واضح جدا والكل يعلم به من زعيم ائتلاف دولة القانون، وهذا ما سهل الأمور كثيرا. وبالنتيجة الذي حصل هو انتخاب رئيس مجلس النواب، ونخرج من هذه الفترة المظلمة اللي عاشتها السلطة التشريعية خلال الفترة السابقة، ونتجه إلى مرحلة نتمنى أن تكون هذه المرحلة مرحلة جيدة فيها إنتاج قوانين وفيها عمل رقابي، لأن غياب العمل الرقابي للأسف شديد كانت له تداعيات على الساحة السياسية في العراق. كثير من الأمور بسبب غياب السلطة الرقابية كانت للأسف الشديد نقاط تشخص في العمل السياسي. نتمنى أن تكون الفترة المقبلة اللي أهم من تشريع القوانين هو تفعيل العمل الرقابي خلال هذه الفترة. جيد أستاذ علي، أرحب بحضرتك مرة أخرى. أبارك لي حضرتك، لأن تغريدتك كنت تبارك بها لي سيد الحلبوسي على هذا الانتصار. اليوم تعتبرون اختيار سيد محمود المشهداني انتصار، شنو اللي يجعلكم تعتبرون انتصار؟ هل بعاد الكرة عن الأنبار هذا بمثابة انتصار، أم هناك أمور أخرى ربما ترونها؟ تفضل. بداية تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. لا، هي مو هيش تحسب مو إبعاد الكرة عن الأنبار، بالعكس. أصلاً يعني كتلة 55 راح نجي من الأخير. زين. كتلة 55 كانوا كلهم مرشحين في حال فتح باب الترشيح. حتى دكتور محمود المشهداني هو ضمن هذه الكتلة اللي موجودة في تحالف تقدم، وكان رأيه من رأي الكتلة إذا فتح باب الترشيح. أنا سامحها من لسانه، قال إذا فتح باب الترشيح أنا أنسحب مباشرة وأتيح المجال لغيري، لكن على الوضع ما هو عليه هو مرشح تحالف تقدم إذا بقى الأمر بدون فتح باب الترشيح. موضوعة المباركة جاءت من أولا ثقتي بالدكتور محمود المشهداني، كونه إنسان وطني ولا يحمل أجندات ولا يحمل مشاريع لتفتيت باقي الكتل، وهو قريب تقريبا من الكل. ذكر لك الدكتور صلاح أنه هو مرشح العزم في البداية، لكن هو انشق وشكل كتلة الصدارة، وبالتالي كتلة الصدارة انضمت إلى تحالف تقدم، وبالتالي تقدم هي من تبنت ترشيح الدكتور محمود المشهداني. وانت شفت أنه البارحة الرئيس الحلبوسي إجاب نفسه للبرلمان لما شاف أنه الجولة الأولى ما حسمت، وأنا كنت واثق
حتى قلتها في تصريح على قناة رشيد، قلت وصول الرئيس الحلوسي سيحسم القضية حتى قبل يعني لا يدخلون إلى القاعة، كون أنه الرئيس الحلوسي أولا يعني مناور جيد ويعني سياسي ويدخل دائما في مفاوضات يطلع منها كسبان، فدخل في مفاوضات ويعني وصل في إلى قناعات مع الكتل السياسية البقية. الكتل السياسية شددت التوجيهات إلى نوابها، احنا شفنا انه إتاحة الفرصة للاختيارات الشخصية للنواب خلتنا احنا نمر بثلاث جولات وبالتالي ما وصلنا إلى حل. نعم. وأنا باعتقادي لو مستمرة هذه الحالة ما راح نوصل إلى حل ولا نوصل إلى الأغلبية المطلقة لأي من المرشحين. هذا طبعا في الوقت اللي يرفض السيد سالم انسحابه، رغم انه كتلته اللي هي كانت عزم وسيادة دعمت مؤخرا الدكتور محمود المشهدان، كان يفترض به هو الانسحاب لكن هو يعني تزمت برأيه وبقى مرشح نفسه، وشفنا انه جيد الدكتور محمود المشهداني اكتسح باغلبيه 182 بعد يعني اختيار اكثر من الاغلبيه المطلقه يعني بعدد كبير. بعد اختيار الدكتور محمود المشهداني لرئاسه مجلس النواب، حضرتك تقول بالتغريده انه جهود ابو ريكان قلبت المعادله، انا اريد افهم شنو هاي الجهود ومع منو تحديدا، اي طرف سياسي معين كان داعمكم باختيار المشهدان؟ شوف المعادله اللي صارت في انتخابات الجوله الثانيه بين الدكتور محمود المشهداني والسيد سالم مطر عيساوي في الجوله الثانيه، عندما تقاربت الارقام اصلا حتى عبر السيد سالم بالارقام زين، فمن اقول قلبه المعادله اقصد هذه المعادله، وهذه المعادله كان فيها اطراف من خارج البيت السني، اكو كان مشروع لرسم مثلث معين احد اطراف رئيس البرلمان، فكانت هناك جهه ترغب بوجود مثلا السيد سالم في رئاسة البرلمان حتى يكتمل مثلث معين، ما اريد ادخل في تفاصيل، لا ادخل في تفاصيل حتى توضح الفكره للناس، يعني حتى يكون اكو هناك يعني تلاؤم كبير بين رئاسه الوزراء ورئاسه البرلمان. وانا برايي انه هذا يعني الاندماج او هذا النسق او التناغم بين رئاسه الوزراء وبين رئاسه البرلمان هو شيء غير صحيح بالعمليه السياسيه. اذا الدعم للسيد محمد الشيع السوداني كان دعم للسيد سالم عيساوي، اكيد وهذا طبعا تصريحات النواب. يجب ان يبقى دور البرلمان رقابي على الحكومه، مو من الصحيح ان يسير بنفس الخط يعني رئاسه الوزراء ورئاسه البرلمان، لا يجب ان يكون البرلمان رقيب على الحكومه على اداء الحكومه وليس تابع الى الحكومه. تعرف انت البرلمان هي السلطه الاعلى في البلد، السلطه التشريعيه الاعلى في البلد، فهذه جهود من قلت انا جهود ابو ريكان. الرجل يعني حسب معلوماتي ليله الاربعاء لحد الساعه 12 هو بلش بمحادثات اخرى، يعني لما خلص اجتماع كتله التقدم راح زار رؤساء الكتل وتبحث معهم وتناقش معهم وانطوى تعهدات. خلصت الجوله الاولى انطوى تعهدات مخالفه للتعهدات اللي صارت، كون انه بعض النواب تصرف بشكل شخصي زين وانتخب بشكل شخصي دون يعني الرجوع الى توجيهات رؤساء الكتل، فصار اكو اجراء معين اكو صار في التثبيت، وهذا طبعا دليله الاصوات الباطله، هناك من كتب محمود المشهداني وصوره وبعدين شطب الورقه واعتبرت هذه اصوات باطله اللي عددها 38، عدد كبير 38 صوت باطله كلش كبيره، لكن بالتالي النتيجة أدت إلى حصول الدكتور محمود المشهداني على 182 صوت. رؤساء الكتل انطوا للسيد الحلبوسي تعهدات، بالتأكيد رؤساء الكتل هذه هم الغير داعمين أو اللي عندهم خلاف مع رئيس الوزراء الحالي، هذا الأمر واضح. بالتالي أسألك اليوم، السيد الحلبوسي أيضا متهم بإعطاء تعهدات لهذه الكتل مقابل عدم دعم سيد محمد الشيع السوداني بالمرحلة المقبلة. شوف اولا احنا قريبين من انتخابات برلمانيه في عام 2025، احكي ليها بصراحه تخليها اي لا هو حاليا الوضعيه قاعد ترسم زين، خارطه 2025 قاعد ترسم من الان، شكل التحالفات واضح جدا، يعني فاكيد السيد الحلبوسي يتحالف مع الاقوياء كون انه هو القوي ضمن السنه، انت تتكلم عن 55 من 76، واليوم حسب المعلومات اللي وصلتني هناك انشقاقات جديده ستلتحق بتقدم،
من يعني ما بدي اقول اسم التحالف خليه تتاكد المعلومه. فبالتاكيد يعني الرئيس الحلبوسي رقم قوي في البيت السني، فبالتالي الاقوياء دائما يبحثون للتحالف مع الاقوياء. فاعتقد انه شكل التحالفات يعني ملامحه بدت من الان للحكومه المقبله. اذا اكو هيك تعهدات، اكو هيك تفاهمات؟ طبعا بالتاكيد. يعني انت حتى لا تدخل في المخاض اللي دخلت به حكومه السوداني وطولت سنه يلا تشكلت الحكومه. بالتاكيد يعني اسس بناء التحالفات الجديده يعني بلش من الان، وبالتالي شكل التحالفات تقريبا بين واضح جدا انه اكو انسحابات من الكتل، ذهاب يعني اكو ناس انسلخت من الاطار وراحت باتجاه دعم الدوله وغيرها من هذه التحالفات، وبالتالي اكو حراك مستمر بين الكتل السياسيه. فلهذا قلت انا جهود بريكان هي مقلبه المعادن. عاشتك جيد جدا استاذ هيثم. هيثم ارحب بحضرتك مره اخرى واسالك، انتخاب رئيس مجلس النواب في الوقت الحالي هو تمهيد لتحالفات للانتخابات القادمه. اليوم البعض يتهم يقول لا اختيار رئيس مجلس النواب هو خيار الاطار التنسيقي، خيار الشيعة وليس خيار البيت السني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نرحب بك وبضيوفك الكرام وجمهوركم الكريم. الحقيقة موضوع انتخاب رئيس البرلمان ربما يكون استكمال لتحالفات سابقة وليس تأسيس لتحالفات جديدة، وإن كان لا يمنع أن يكون تأسيس لتحالفات جديدة. فنحن نعلم أنه الحكومة تأسست ضمن تحالف إدارة الدولة الذي يضم مكونات السنة والشيعة والكرد بكلهم، وبالتالي منصب رئيس البرلمان هو حق المكون السني الذي بقي معطلا لفترة طويلة، ولابد أن يكون هناك مرشح من الأخوة السنة يمارس هذا الدور حتى يمثل المكون بشكل صحيح في التشكيلة الحكومية وفي تشكيلة البرلمان في تشكيلة إدارة الدولة وفاعلية عمل تحالف إدارة الدولة. فمنذ البداية كان هناك انقسام بالآراء بداخل الكتل السنية وانقسام بالآراء أيضا داخل الكتل الشيعية، وربما جاء الانتخاب السيد المشهداني ليحقق توافق مركب. فنحن نعلم أنه مثلا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم كان منذ البداية داعم لحق تقدم بغض النظر عمن ترشحه باعتبارها هي الكتلة الأكبر ضمن المكون السني، وأن لها أن يحفظ هذا الحق وأن يكون رئيس البرلمان منها. وكانت هناك اعتراضات من كتل أخرى، اعتراض ليس على هذا المفهوم وإنما اعتراض على شخص المرشح السيد الكريم الذي انسحب فيما بعد، وحاولت كتل أخرى في المكون السني أن تسلب تقدم يعني هذا الحق وأن تحاول أن تأخذ هذا المنصب منها، وبقينا في دائرة من الاختلاف ربما يكون سببه الانقسام السني أكثر من الاختلاف الشيعي، لأن الشيعة لم يكونوا منقسمين حول المفهوم عفوا، وإنما كان الانقسام حول المصداق في درجة معينة. ثم بعد أن جرت هذه الجولة من الانتخابات وبحضور السيد الحلبوسي، كان هناك يعني مرشح السيد محمود المشهداني الذي يرضي يعني تطلعات أو ينطبق على مصداق كانت تريده بعض الكتل المعترضة على السيد الكريم، وإن كانت يتوافق أن يكون رئيس البرلمان من حق تقدم. وبالتالي حدث هناك توافق مركب، انطبق المفهوم والمصداق بالنسبة للبيت الشيعي، وبالنسبة للمكون السني هناك كان ست كتل داخل المكون السني يعني انضمت مع تقدم لانتخاب السيد المشهداني، وربما هذا يفسر الأغلبية الكبيرة التي حققها بنتائج الانتخابات. أعتقد الآن بهذه الأغلبية هو يمتلك قوة كبيرة، وهذه القوة الكبيرة تجعله يعني لديه القوة بمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي من جهة، وموضوع يعني إقرار القوانين المهمة المعلقة، ونحن أمامنا فترة قصيرة يعني سنة واحدة لابد أن يكون إقرار لهذه القوانين المهمة. فأعتقد هذه الخطوة كانت مباركة، واستطاع النظام السياسي في العراق أن يتجاوز هذه
العقبة بشكل صحيح. أستاذ هيثم، شنو السبب اللي البعض اليوم يصور أن اختيار المشهداني هو كان خيار الإطار التنسيقي لا وبالأخص خيار دولة القانون؟ يعني إذا كان هو حصل على 182 صوت، ونحن نعلم أنه اللي يريد يعني يأخذ غاسة البرلمان على الأقل يأخذ أكثر من نصف الأصوات، أعتقد 167 أو هكذا رقم، نصف 339. فبالتالي لابد أن يكون الإطار التنسيقي باعتباري أغلبية له رأي مهم باختيار أي رئيس برلمان، ولكن العرف السياسي جاء أن يكون رئيس البرلمان ضمن المكون السني، وأراد الإطار أن يؤسس أن يكون من حق الكتلة الأكبر في المكون السني حتى لا يكون تجاوز مستقبلا على حقوق المكونات الأخرى، ونذهب إلى تحالف مع كتل صغيرة من أجل أن نسلب القوة الكبيرة الممثلة للمكونات قوتها وهيمنتها في داخل المكون، أو نعمل على إضعافها. ثم أنه بعد خروج السيد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، يعني هذا لا يسلب حق أن يكون هو الكتلة الأكبر وأن يرشح رئيس البرلمان، وإن كان مدعوما من الإطار التنسيقي، لأن هناك توافق سياسي أن تكون الكتلة الأكبر داخل المكون هي من يتمتع بترشيح. هل هناك إجماع أو تصويت بالأغلبية داخل البيت الشيعي على اختيار السيد محمود المشهداني؟ يعني الكتل البارزة والمهمة والشخصيات المهمة في المكون الشيعي كلها كانت تدعم السيد المشهداني، وتدعم اختيار يعني التقدم قبل أن تدعم السيد المشهداني، كي يكون هناك حفظ لحق الكتلة باعتبارها الأكبر ضمن المكون بأن ترشح. وبما أنه حدث توافق باختيار السيد المشهداني، فالحقيقة كان هناك يعني السيد عمار الحكيم، السيد المالكي، السيد هادي العامري، والشيخ قيس الخزعلي، وشخصيات بارزة في الإطار التنسيقي كانت تقف خلف السيد محمود المشهداني وتقف خلف تقدم. بعض يقول لا، ربما لو كان خيار تقدم غير شخصية لما كان حظي بهذا التأييد. البعض يرى أن السيد محمود المشهداني عليه بعض المؤاخذات، ومنها تهجم آنذاك على المرجعية ووصفها بخنجر أبو قشرة والكثير من الأمور. شنو اللي جعل الإطار اليوم كله يصوت على السيد محمود المشهداني؟ يعني احنا كان عندنا اعتراض على شخصيه السيد الكريم، ادى لانقسام حتى داخل البيت الشيعي باعتراض بعض الاطراف. بالتالي اعتقد انه السيد المشهداني شخصيه توافقيه، هو لا يدير الامور بالازمه، لا يستفز الاطراف، يحاول ان يوجد صيغه توافقيه، لذلك هو يتمتع بعلاقات جيده مع الجميع، سواء كان مع الكرد او مع السنه او من مع الشيعة. حتى في داخل المكون السني هو ليس له عداوات داخل المكون، ومع الشيعة أيضا ليس لديه مشاكل، بالعكس هو يعني منفتح على الجميع، فهو معروف أنه صريح في طروحاته وحتى في لقاءاته، ومنفتح بشكل واضح وشفاف. جيد. دكتور صلاح، بليلة ويوم تم الاتفاق على سيد محمود المشهداني وتم تمريره بالسرعة، بعض يسأل شنو سر هذا التفاهم السريع؟ هل موضوع القوانين الثلاثة التي جمعت في سلة واحدة هو اللي جعلهم يسرعون من هذا الأمر، أم أن التفاهمات والتحضيرات للانتخابات المقبلة؟ شوف، هي جملة من الأمور اللي سرعت في نهاية الأمر، سرعت الموضوع وحسمته. يعني اليوم الوضع الإقليمي اللي نعيشه، وحالة الحرب المعلنة في الشرق الأوسط، الاعتداءات على في غزة، الاعتداءات على لبنان، المناورات والقصف المتبادل والهجمات بين إيران وبين إسرائيل، هذا يعني شكل خطر كبير على المنطقة، والعراق في قلب الحدث. يعني أنت عندما تضرب إسرائيل أجواءك تستغلها إيران، وعندما تضرب إيران أجواءك تستثمرها إسرائيل، وبالتالي يعني أنت في قلب الحدث. وهناك أيضا يعني تهديدات واضحة من الكيان الصهيوني. وشنو راح يتغير باختيار؟ يتغير أنت عندما تكون الجبهة الداخلية عندك قوية، بالتأكيد موقفك سيكون أقوى محمد. أما إذا كانت عندك خلل في الجبهة الداخلية، أو أنه جبهتك الداخلية في حالة من الصراع، أنت مو سهل أنه عام كامل تبقى أنت بدون سلطة تشريعية، بدون رئاسة سلطة تشريعية. نعم، الأخ محسن المندلاوي قام بواجبه على أتم وجه، لكن
أولا وأخيرا السيد محسن المندلاوي هو رئيس بالإنابة ورئيس وليس رئيس بالأصالة. بعض القوانين الجريئة، بعض القوانين المهمة والحساسة تحتاج إلى رئيس سلطة تشريعية بالأصالة، تحتاج إلى رئيس ممثل أيضا عن المكون يحضر اجتماع الرؤساء الثلاث في العراق. آخر اجتماع كانت صورة مؤلمة عندما نرى أن هناك تمثيل للأخوة العرب الشيعة، تمثيل للأخوة الأكراد، تمثيل للسلطة القضائية، لكن لم يكن هناك تمثيل إلى العرب السنة في هذا الاجتماع. هناك قضايا مشتركة وهناك متطلبات من جمهورك في مناطقك، وبالتالي أنت كنت تحتاج إلى حل هذه الإشكاليات، إضافة إلى أنه الجميع وصل إلى قناعة فرض الإيرادات ما راح يمشي. بعض المطالب اللي كانت بعض الكتل تطرحها أيضا ما وصلوا إلى نتيجة، أنه أحيانا نطالب بفتح باب الترشيح، المحكمة الاتحادية رفضت هذا الأمر، الأخوة في الإطار رفضوا هذا الأمر. الكتل استشعرت أنه الخلاف لن يأتي بنتيجة، وعلى هذه الكتل أن تتقارب فيما بينها. أنا قلت لك في بداية حديثنا أنه كان هناك تقارب، يعني حتى تحالف السيادة تخلى عن مرشح الأساسي السيد سالم العيساوي ودعم السيد المشهداني. الأخوة في العزم المعلومات اللي وصلت لنا قبل عقد الجلسة أنه السيد محمود المشهداني أيضا حل الإشكال اللي كان موجود عنده مع تحالف العزم وعاد إلى التحالف الذي رشحه، عاد الرجل إلى التحالف الذي رشحه، وبالتالي هو عضو في تحالف العزم اللي رشحه بالأساس، هو ترشيحه كان من تحالف العزم. أنا أرى أن الفيصل في الأمر، وهذه حقيقة يجب علينا أن لا نتغاضى عنها نهائيا، أن الفاعل الأساسي في الموضوع كان السيد نوري المالكي وإئتلاف دولة القانون بدون أي مكابرة وبدون أن نجر الموضوع إلى مخرجات أخرى. السيد المالكي كان الداعم الأساسي للسيد محمود المشهداني، الرجل رفض كل المطالب اللي كانت تطرح بين فترة وأخرى، وأوضح حتى في كلام السيد الحلبوسي في لقاء الأخير على قناة العهد عندما تكلم وقال أن أحد النائبات بدأت تبكي في الاجتماع، أنه شلون وإحنا، وقالها الرجل، قال محمود المشهداني لم يكن خيارنا، لكن الرجل وصل إلى حقيقة أنه ما ممكن أنه يطرح أي مرشح، وبالتالي ليس أمامه سوى طرح الدكتور محمود المشهداني لأنه أهون من السيد سالم العيساوي. هناك خلافات في حال ترشيح السيد العيساوي، هناك رأي آخر يقول لولا فيتو السيد المالكي على سالم العيساوي لا أصبح سالم العيساوي رئيس المجلس. ماكو فيتو، يعني هو الاجتماع الأخير رفض كل الطروحات والكل لجأ إلى الخيار الديمقراطي، ماكو فيتو نهائيا. ولا تقدر أنت اليوم تمنع مرشح أنه يدخل للانتخاب، هذا حق مشروع للجميع، يعني حتى السيد طلال الزوبعي اسمه بقى، السيد عامر عبد الجبار اللي هو مو من المكون السني أيضا بقى اسمه، وبالتالي ما ممكن أنت اليوم تمنع شخص من حق الترشح. يبقى أنه قناعة الكتل السياسية، قناعة الكتل السياسية هي اللي وصلت إلى قناعة تامة في نهاية الأمر. الأخوة في تقدم دعمه فيتو أكو، لا فيتو أكو، لا تقول لي ما أكو، لا 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 لا، دولة القانون رافض جملة وتفصيلها. السيد محمد إذا تسمح لي، الفيتو ما هو الفيتو؟ هل بإمكانك أنت اليوم تمنع رجل من الترشح؟ ما أنا أقول لك ما دولة القانون عندها قرار نهائي، دولة ثابت. القانون، دولة القانون داعمة للدكتور محمود المشهداني منذ الجلسة الأولى اللي فاز بها السيد الحلبوسي، وتتذكر الأحداث اللي صارت والاعتداء على السيد المشهداني وزيارة هذه الأطراف إلى السيد المشهداني في المستشفى، وكان وعد يعني مع وتفاهم مع السيد المشهداني أنه في نهاية الأمر أنت رئيس مجلس النواب، وهذا ما حدث. هناك دعم متواصل من السيد المالكي، وعلاقة السيد المشهداني قوية بزعيم ائتلاف دولة القانون، وهذا ما وصل. شوف الكتل السنية فشلت في طروحاتها، يعني اللي ما كانت لديهم تفاهمات مع دولة القانون، وهذا واقع حال دولة القانون والإطار التنسيقي بصورة عامة، هم أغلبية عددية داخل مجلس النواب. الأخوة في تقدم فشلوا في تسويق الشيخ شعلان الكريم، الأخوة في السيادة فشلوا أيضا في تسويق السيد سالم العيساوي حتى اللحظة الأخيرة،
وبالتالي اللي نجح بالخيار هو الشخص المدعوم من ائتلاف دولة القانون. يعني علينا أن نكون منطقيين يا محمد في طروحاتنا، ألا نكابر. اليوم الهدف الأكبر تحقق عندنا، وصول رئيس مجلس النواب يمثل المكون ويمثل العراق بصورة عامة إلى 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 رئاسة مجلس النواب. هذا هدف الأكبر. عندك أهداف أيضا رفعتها بعض الكتل السياسية فشلت في طروحاتها بالفترة السابقة، بالإزاحة الجيلية وغيرها من المطالبات، أنه يجب أن نعطي دور للشباب وإزاحة الجيلية، وبالتالي وبالنتيجة من وصل إلى رئاسة مجلس النواب الرجل محمود المشيداني، أول رئيس مجلس نواب عام 2006، هو من الجيل السياسي السني الأول، وبالتالي فشلت نظرية الإزاحة الجيلية، ومن وصل هم الشيوخ الدكتور محمود المشيداني. ونبارك له ونشد على إيده ونتمنى أن ينجح هو في عمله. هو الرجال يطلب سنتين يعني. وكنا دائما نؤكد أنه لا سيد العيساوي سيء، ولا سيد المشيداني سيء، ولا حتى طلال الزوبعي، كنا نقول أنه أي رجل يأتي أهلا وسهلا به ومرحبا به، المهم أن نصل إلى نتيجة في نهاية المطاف. والحمد لله أنه يوم أمس تمكن الأخوة النواب من الوصول إلى اختيار رئيس مجلس النواب، رغم بعض الطروحات اللي خرجت. هذا مو رأي البيت السني كله، إذا تسمح لي اللي خرجت من هنا وهناك للأسف. يعني يوم أمس بعض الطروحات من نائبة من النائبات، أنه هناك ضغط من الكتل السياسية وهناك تصوير. يعني كنا نتمنى أنه هذا الأمر ما يخرج للإعلام، لأن اليوم من شروط الانتخاب أن يكون الانتخاب سرياً. تعلم هذه النقطة قد تضع الجميع أمام حرج كبير أمام القضاء. التصوير بهذا المعنى هو ليس بالتصويت السري. هذه فقط النقطة نتخوف منها، من أن يتم الطعن بالانتخاب، لكن نتمنى أن الكل يكون قدر المسؤولية، والكل رابح صدقني، إن كان الأخوة في تقدم أو الأخوة في السيادة وبقية الكتل. المهم أنه هناك رئيس مجلس نواب وتجاوزنا هذه الفترة. هذا اللي نتمنى ويتمنى الشعب العراقي. إذن مشاهدينا نشاهد مع التقرير الذي يعده الزميل شيبان سامي، ثم نعود. بعد عدة تأجيلات وخلافات دامت لأشهر، أخيرا حسم الأمر. محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب خلفا للمقال محمد الحلبوسي بعد حصوله على 181 صوتا مقابل 43 صوتا لصالح سالم العيساوي. إن هذه المسؤولية التي حملتمونا إياها إنما هي تكليفا مهما وكبيرا. خلال فترة شهور المنصب تأثيرات سلبية عصفت داخل البيت التشريعي بسبب المشاحنات والمناكفات بين الأطراف المتخاصمة على المنصب، التي ألقت بظلالها على الواقع السياسي في البلاد. بالفترة السابقة صار 6 أشهر أو سنة أعتقد السلطة التشريعية بدون رئيس مجلس النواب، وهذا خطأ قانوني، خطأ تشريعي، خطأ تنفيذي يؤثر ويتأثر في بناء مشروع يخدم الشعب العراقي خلال هذه الفترة الطويلة. والحمد لله بالوقت الحاضر فاز محمود المشهداني في رئاسة مجلس النواب حسب قائمة التقدم. نتمنى من المشهداني أن يقوم بتنفيذ المشاريع والقوانين المعطلة في الفترة السابقة لم تقر ولم تنفذ. تساؤلات عديدة يجيب عنها مختصون حول إمكانية المشهداني إطفاء الخلافات بين القوى السنية وإعادة ترتيب الأوراق بعد حسم ملف رئاسة البرلمان، فضلا عن تشريع القوانين الجدلية المعطلة التي تنتظر يد المسؤولين نفض الغبار عنها. عندنا قوانين تقريبا 228 قانون معطل من مجلس النواب، هاي دورة سنتين صار ماكو أي قانون وقرار. قانون التقاعد الموحد، قانون الخدمة، قانون النفط والغاز، كل القوانين نفس الشيء ما طول. أكو أحزاب وكتل سياسية، أكو ضغوطات، يعني مجلس النواب ما يقدر يصرح إذا مو يرجع الكتلة مالته السياسية، فماكو فايدة. يعني إحنا نتأمل خيرا إن شاء الله بالسيد محمود المشهداني. لا تحل هذه الخلافات داخل المكون السني، لأن المكون السني دائما ما ينظر إلى مصلحته ومصلحة
الأقرب يعني، وخاصة احنا نشوف انه محمد الحلبوسي وهو كان يعني رئيس البرلمان عندما استقال كثرت الخلافات. بعد نحو عام من شغور المنصب، محمود المشهداني يظفر بمطرقة مجلس النواب ويتعهد بتشريع قوانين تخدم الشارع العراقي التي فقدها طيلة السنوات الماضية. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. رحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ علي، رحب حضرتك مرة أخرى وأسألك اليوم. البعض بيتساءل أنه تقدم كان متهم بعرقلة الجلسات وانتخاب رئيس لمجلس النواب، وبالأمس نشوفه يبارك للسيد الحلبوسي كون هذا الأمر خيار تقدم. السيد الحلبوسي يؤكد أن السيد المشهدان ليس خيار تقدم وإنما أفضل الخيارات المطروحة لديه أو المتاحة لديه. شنو هذا تناقض بالموضوع؟ لا، ماكو تناقض. هو إذا تجي من البداية تقدم رشحت الشيخ شعلان الكريم، لكن بسبب الضغوطات الرجل انسحب. بالتالي انسحب لأنه الشركاء اعترضوا عليه، قالوا أنه هو في فيديو سابق مجد النظام السابق وما أعرف إيش، فقالهم إحنا انسحب مرشحنا، انطونا مجال نرشح بديل. زين، قالوا القانون ما يسمح بترشيح بديل إلا ينسحبون البقية. فكان يعني الرئيس الحلبوسي بذكاء وبسياسة العالية قدر أنه يستقطب الدكتور محمود المشهداني من العزم إلى أن ينشق بكتلة صدارة وإلى أن ينضم إلى تحالف تقدم ببيان رسمي، البيان موجود عندي حتى إذا تريد أشوفك بيان تاريخ. شلون هاي مال يستقطب؟ وضح لي اياها. هو مو انضمام الى تحالف تقدم. هلا اقرا لك البيان؟ لا لا، مو انضمام. هذا بيان. اي مو انضمام. هذا بيان كتلة الصدارة. هاي تغريدة. 2 ايار. بيان دكتور. بيان. بيان بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان بتاريخ 12 ايار 2024. 12/5. 12/5. 12/5. استاذ علي، من وراها كم مرة انتوا انقلبتوا على يعني عفوا تقدم انقلب على الموضوع وطالب بفتح باب هي هاي الفترة اللي تأخرت كلها، وانا اعتذر للمقاطعة. هذه الفترة كلها اللي التأخير بيان. بيانات اكو بيانات اكو. شوفني هي اشوف لك اياها كم مرة بيان. تقدم انقلب على هذا الواقع وطالب بفتح باب الترشيح. إذن هي وحدها المطالبة بفتح باب الترشيح. قبل الجلسة طالب أنا أخوك طالبه مو هو نقاش حلو صار لحد قبل الجلسة بيومين طالبه بانسحاب كل المرشحين وفتح باب الترشيح. هذا من تقدم وهذا دعم والأخ محمد المشهداني. أقول لك والأخ لا لا شنو أكو واحد يدعم شيء مبدأ والأخ الحلبوسي قال أنا رحت تفاوضت وقالوا لي تريد أرنب وخذ أرنب، تريد غزالة وخذ أرنب. يعني حتى كانت تشبيه يعني شوية قاسي على الدكتور محمود المشهداني. ما شبهه هو كان المقصود بهذا التشبيه سيد محمود المشهداني. واضح جدا. لا واضح جدا. واضح واضح. شنو تفسير تريد غزالة خذ أرنب، تريد أرنب وخذ أرنب؟ أولا يعني الأمور مو يمك. أولا هذا مثل معروف. هذا مثل يعني الناس تداول بشكل عام. بالعكس الدكتور محمود احنا نريد نعرف منو الارنب. هسه المثل نعرفه، ماكو ارنب، اكو صفقه. زين، انا خيرك بين خيارين، فانت منطيني خيار واحد بالصفقتين، فهو اخذ الخيار. هو ضرب باب المثال. بالعكس الدكتور محمود المشهداني هذا شيبه المكون وكل الاحترام له، وبالعكس يحظى باحترام الجميع وخاصه الرئيس الحلبوسي. بس البعض يحاول يصطاد بالماء العكر ويحاول هو حجاه لا نصطاد ولا شو اسمه هو حجاه يا استاذ علي قطعتك بالكلام. لا يحاول يصطاد بالماء العكر ويتلاعب بالجمل. وكان اكو اصلا توجيه صار عبر الجروبات الواتساب انه شوشوا على الجلسه وطلعت هاي ما سالفه الارنب. تدري اللي اليوم المفلس او الغرقان اللي تشلب بقشاي هم تشلبوا بالارنب. تشلبوا سالفه الرئيس الحلبوسي الارنب. شوف لا لا هو مثال انضرب والجماعة تشلبوا به. بالتالي اليوم يعني البعض حاول في فترة من الفترات أن يلتف على استحقاق الأغلبية. بس اليوم الدكتور أردفند موضوع تايم مال عادلة تحالف العزم، احنا نحكي بالبيانات الرسمية لو نحكي سوالف باعتبار قاعدين على كرويته مال قهوة نحكي سوالف بيانات رسمية. بالبيانات الرسمية الدكتور محمود المشهداني وأنا قريب من الرجل دكتور محمود المشهداني ضمن التحالف تقدم، وأنا سامع منه وعلى لسانه قال أنا مع 55 شنو يقررون أنا معاهم.
ال 55 قالت انه احنا نفتح باب الترشيح من جديد وصدر ببيان رسمي، والدكتور محمود البشداني جزء من هذا البيان، قالوا احنا عندنا خيارين لا ثالث لهما، اما يفتحون باب الترشيح او اولا ان ينسحب جميع المرشحين ونذهب جميعا مع الدكتور محمود المشهداني كونه خيار الاغلبيه وخيار توافقي، خلوه في رقم واحد انه يدعمون الكل محمود المشهداني، او الذهاب الى فتح باب الترشيح اذا رفض البقيه الانسحاب. لكن انتم تعرفون ان المقابل داعم للسيد محمود المشهداني وما عندهم اي مشكله لا من قال لك داعمي؟ من قال لك داعمي؟ الاطار ما عنده مشكله على لا احنا نقصد الاطار، نقصد المنافسين. زين بالنسبه للمنافسين بالبيانات الرسميه يعلنون دعمهم للسيد دكتور محمود المشهداني، لكن لما اقتربت المساله من الحل قالوا تعالوا احنا ما ندخل للبرلمان اذا ما نجلس على طاوله الحوار. هذا بالتزامن مع يعني جدولة العفو العام ضمن جدول أعمال مجلس النواب، خافوا أن يحسب أنه موضوعة إقرار قانون العفو العام يحسب إلى كتلة التقدم، كون أنه كتلة التقدم هي اللي متصدرة وحاملة لواء الدفاع عن المظلومين الموجودين في السجن وتطالب بالعفو العام. لكن البقية سمعنا تصريح من السيد خميس الخنجر قال أن ندعو الأخوة السياسية عدم الذهاب إلى جلسة البرلمان دون التشاور ويعني الوصول إلى حل داخل البيت السني وغيره. وأيضا كان أكو تصريح من السيد مثنى السامرائي أيضا دعا الكتل السياسية بعدم الذهاب إلى قبة البرلمان إلا قبل التشاور والاتفاق على رئيس مجلس النواب. هذا إذا تقارنه بالبيان اللي صادر من عزم وسيادة بدعم الدكتور محمود البشداني تشوف أكو يعني هناك اختلاف كبير. اذا انت داعم الدكتور محمود المشهدان امضي الى الجلسه، ليش ما ضغطتوا على مرشحكم وخليتوه ينسحب مثل ما بقيت الكتل ضغطت على نوابها اللي كانت تصوت مره للسيد سالم العيساوي، مره يصوتون لمرشح اخر، مره يصوتون الدكتور محمود المشهدان، مره يشطبون اوراقهم. يقول لي راحت الازاحه الجيليه رجعنا لها. الازاحه الجيليه شوف الازاحه الجيليه صار الوقف جازنا عليها. الازاحه الجيليه مو بالضروره انت الازاحه الجيليه معناتها انه من يقعد على الكرسي لازم اللي يقعد على الكرسي الشاب. الإزاحة الجيلية القرار السياسي لدى من؟ القرار السياسي يعني بشهود الكل القرار السياسي كان لدى الرئيس محمد الحلبوسي، وشفنا أنه كلمته هي اللي مشت بالأخير، ورغم كل ما تعرض له وكل ما هذا شفنا أنه في الجولة الأولى لم تحسم، مجرد دخوله يمكن بعد ساعة ونصف ساعة إلى قبة البرلمان انتهى الموضوع وحسم الموضوع على الدكتور محمود المشهداني. أستاذ هيثم خلي ناخذ شوية إيجابيات، كيف سينعكس اختيار رئيس مجلس النواب إيجابا على الواقع العراقي والشارع العراقي والعملية السياسية؟ طبعا أنا ذكرت أنه اختيار السيد محمود المشهداني بما تمتع به من مواصفات خبرة وشخصية توافقية وقربه من جميع المكونات والأطراف السياسية إضافة إلى العدد الكبير الذي حصل عليه داخل البرلمان 182 مما يجعل تحالف إدارة الدولة بشكل عام قوي بمكوناته الثلاث، وأن تمارس كل المكونات دورها بفاعلية، أن يتم مراقبة أداء البرنامج الحكومي وهذا يرفع من كفاءة أداء الحكومة، وأن يتم تشريع القوانين المهمة التي كانت في وثيقة الاتفاق عند تأسيس تحالف إدارة الدولة، وأعتقد هذا سيزيد من التماسك في داخل النظام السياسي ويزيد من جانب الثقة. أعتقد أنه المرحلة القادمة ستشهد أقرار قوانين مهمة، ستشهد انسجام بالعمل السياسي، ستشهد نوع من التكامل وتأسيس لأن يكون هناك يعني تعاون وتكامل وانسجام كما تحدث به هو السيد محمود المشهداني، وقال سيكون عملنا منسجما مع عمل الحكومة وأن يمارس الدور التشريعي والدور الرقابي بشكل هذا الاختيار هل سيرمم البيت السني حسب قراءتك؟ أعتقد هو داخل البيت السني السيد محمود المشهداني ليس بالشخصية التي لها أعداء أو لها منافسين، بالعكس هو شخص يحظى باحترام الجميع، وأعتقد أنه اختيار وإن كان من تقدم لكنه سوف يحظى بالقبول والاستقطاب حتى من الأطراف الرافضة الآن، لكنها ستنساق مع الواقع وتنسجم مع شخصية سيد المشهداني باعتبار أنه يمثل مصلحة مكون قبل أن يكون ممثل لمصالح كتل، بالتالي سوف يكون هناك انسجام أكثر داخل البيت السني وداخل العملية السياسية وداخل تحالف إدارة الدولة بشكل عام.
هل من الممكن أن يفتح هذا الأمر الخلافات داخل الإطار التنسيقي أو البيت الشيعي؟ لا أعتقد أنه الإطار التنسيقي بأهم أقطابه وأطرافه وبالعدد الذي حصل عليه السيد محمود المشهداني يؤكد بأن الإطار التنسيقي كان يقف خلفه بقوة وأنه منسجم مع خياراته، والشخص تربطه علاقات قوية مع أقطاب الإطار التنسيقي كما تربطه علاقات قوية مع باقي الأطراف الأخرى. وأنا قلت أنه شخصية متوازنة، صريح، شفاف، بعيد عن موضوع التحيزات في داخل ممارسة عمله بداخل البرلمان. يعني هو وإن كان يمثل المكون السني، لكن عندما كان رئيسا للبرلمان كان ربما الأغلبية تشعر بحياديته وبأدائه المهني بداخل البرلمان، وأعتقد هذا سينعكس خصوصا بعد تلقيه لدعم من الجميع من تحالف إدارة الدولة. أعتقد أنه هذه الصفة سوف تكون أكثر رسوخا في شخصيته وفي أدائه النيابي. الفترة المتبقية من عمر هذه الحكومة هل هي مؤثرة؟ وأيضا ما تأثيرها خاصة على شخصية رئيس مجلس النواب وتأثيرها على العمل السياسي؟ طبعا بالنسبة لرئيس مجلس النواب هو مطالب أنه يعني يستعجل بتشريع القوانين المهمة التي تعطلت كثيرا خلال الفترة السابقة، وأن أيضا يمارس موضوع الرقابة على الأداء الحكومي ومشاهدة أو وضع المعايير لمعايير الأداء لمراقبة عمل الوزارات وعمل الحكومة، وأن يكون هناك متابعة لهذا الأداء ما يرفع كفاءة أداء الحكومة والسلطة التنفيذية. لكن أعتقد أنه فترة سنة هي غير كافية لإلقاء كل القوانين، بالتالي على السيد يعني محمود المشهداني أن يستطيع أن يوفق بين التوليفة النيابية من أجل يعني إلقاء القوانين المهمة في هذه الفترة. جيد. دكتور صلاح، عندي يمكن أقل الدقيقة سؤال إليك والأستاذ علي. هل كل البيت السني صوت للسيد محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب لاختياره؟ يعني أنا أعتقد ماكو صفة مطلقة ولا أكو نسبة مطلقة، لكن بالنتيجة أنا أعتقد كل الكتل السياسية السنية من تقدم للسيادة لعزم إلى بقية الكتل، أعتقد كلها صوتت يعني بمجموعها صوتت إلى السيد محمود المشهداني. نعم بالمقابل هناك كانت أصوات إلى السيد سالم العيساوي، لكن كان هناك اتفاق على هذه الشخصية، وهذا ما رأيناه يوم أمس بعد انتهاء الجلسة وزيارات الدكتور محمود المشهداني. كان تقارب للسيد سالم العيساوي بالجولة الأولى، إذن من الانتخاب؟ نعم، لكن شوف حتى في الجولة اللي سبقتها اللي تنافس بيها السيد المشهداني والعيساوي، كان هناك قرار لدى بعض السادة النواب أنه في الجولة الثانية للانتخاب سيميلون إلى الشخص الذي يتحصل على أرقام أكبر. جيد. هذا الأمر حصل والحمد لله أنه الكل متوافق على هذه الشخصية. أستاذ علي، التقارب اللي حصل بالجولة الأولى إذا كان البيت السني كل داعم لسيد محمود المشهداني، إذن من أجت هاي الأصوات سيد سالم عيساوي؟ لا أكيد مو كل البيت السني، أنا متأكد أنه أكو أصوات من عزم وسيادة راحت إلى سيد سالم العيساوي. زين. وحتى من تقدم هاي شنو؟ أيوة. ما حكيت لا تقدم هم داعمين وحتى من تقدم تقدم هم متبنين للرجل. لا لا محمد، انا قلت لك ماكو اتفاق مطلق بنسبه 100% داخل الكتل. هاي دائما يسوي ابناء البرنامج. لا 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 مو اخويا امون عليك. لا يعني توزعت بين الكتل السياسيه. انا بقول لك ال 55 كلهم صوتوا، الاوراق الباطله كلها من تقدم، ال 39 هسه ال 55 صوتوا ولا الباطله ال 39 من تقدم؟ خلي يثبت. هاي شوف هاي سؤال في مو قلت لك تعال قول بقشايه كلمه بلرنا بس كلمه والله باش ما ادري شلون يوصف رئيس مجلس النواب بهاي الطريقه. الباحث في الشان السياسي دكتور صلاح الكوبيسي، شكرا جزيلا لحضرتك. حياك الله. والباحث في الشان السياسي الاستاذ علي نجديه، شكرا جزيلا لك. والمحلل السياسي الاستاذ هيثم الخزعلي، شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا نشاهد معا ابرز التغريدات على منصه اكس حول فرز المشهداني انتخابات رئيس مجلس النواب.
مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.